وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كريم فاضل يسأل عن حديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. ثم قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. ثم قال: خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربي؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربي؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. نقول هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم بكامل هذه الرواية، وهو من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بوب عليه الإمام النووي في وبوب عليه الإمام مسلم في شرعه، قال: باب النهي عن الإشارة في الصلاة، وقال: باب التراص وإتمام الصفوف. وهذا الحديث فيه فوائد، وهذا الحديث من فوائده ما نراه الآن في كثير من صلواتنا في غالب بلاد المسلمين، يعني خلال الرحلات المتفرقة هنا وهناك في بلاد المسلمين تجد هذه المخالفات التي حض النبي على المنع عنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن هذه الفوائد نقول ذلك اختصارا: أولا، فيه من الفوائد حب النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة والتوجيه، والأمر الثاني أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، والأمر الثالث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم، الأمر الرابع النهي عن تحريك الأيدي، وهذا في التشهد. الناس في التشهد لما الإنسان يجلس في التشهد يلقم كفاه ركبتيه، فيعني يمسك بهاتين الكفين لهاتين الركبتين. ولذلك النبي كان بعض الناس تجدهم يضع كفيه على الركبتين، لكن إذا جاء قال السلام عليكم فأشار بالكف اليمنى على إلى الجهة اليمنى، يعني رفعها عن الركبة، وأشار بالكف اليسرى إلى في السلام على الجهة اليسرى إلى فأشار بها ورفعها. هذا هو الذي منهي عنه، إنما عليه الإنسان قال اسكنوا في الصلاة، يعني امسك بيديك بكفيك على ركبتيك وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من غير تحريك هذه الأيدي، هذا منهي عنه. والنبي قال أذناب خيل شمس، شمس تجمع على شموس بفتح الشين المثلثة وضم الميم شموس، والشموس هي الخيل النافرة، الخيل الجافلة، الخيل سيئة الصحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثال فقال لهم: لا تكون أيديكم في الصلاة في التشهد وعند السلام تحركونها كما تحرك الخيل الشموس، الخيل النافرة أذنابها، لا تسكن مباشرة جالسة تحرك في ذنبها. فالنبي نهى عن ذلك، على الإنسان يسكن في الصلاة. هذه فائدة مهمة جدا أيها الكرام الفضلاء، نرى في كثير من بلاد المسلمين. إذا أنت لما تكون بتصلي وجيت في التشهد جزاك الله خير وألقمت ركبتيك إلى كفيك أيها المبارك، فعليك أن تسكن عند السلام، لما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما تحرك كفيك لا يمينا ولا شمالا. ثم وجدهم عزين متفرقين حلقا حلقا عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يصفون كما تصف الملك عند ربها. وفي رواية عند أحمد قال: والصافات صفا، ألا تصفون كما تصف الملكة عند ربها؟ قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والله وإخواني، وهذا لعمري أمر عجيب غريب سبحان الله، وجدناه في كثير من بلاد المسلمين، أنك تجد الصف الأول لم يكتمل ثم يبدأ الصف الثاني قبل ما يكتمل الصف الأول. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يتم صلاة الصف المقدم حتى إنه لا يتم صلاة الصف المؤخر حتى يتم الصف المقدم. الله أكبر، فهذا يكره وهذا موجود، يعني يكسل أن يذهب ليتم الصفوف، بل أحيانا يكون الصف ده أول الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في الصف الأول وندى لأتوهما ولو حبوا، وفي رواية استهموا عليها استهاما. إذن المطلوب منك أخي الغالي المبارك الحبيب لما تأتي إلى المسجد تنظر إلى الصف، تكمل الصف وبعدين تبدأ الصف الجديد. بعض الناس أحيانا يكون الصف لم يكتمل
ويبدأ صفا جديدا وحده، والنبي يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف عليه الصلاة والسلام، وهذا وارد يكسل إلى غير ذلك. لا يا أخي الحبيب، تم الصف، خلك كما تصف الملك عند ربها والصافات صفا، وكما أخبر النبي قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، وهذا لعمري موجود أيضا. التراص في الصف يكون بالمنكبين من أعلى وبالقدمين من أسفل، كما عند مسلم من حديث أنس، فكان أحدنا يلزق منكبه في منكب أخيه وقدمه في قدم أخيه. ولذلك هذا نحرص عليها، ومن هنا تبدأ المحبة. قال عليه الصلاة والسلام لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فيتراص المسلم مع أخيه المسلم في الصف. بعض يقول لك رجلي لا تلمسني عندي حساس، أنا ما أقبل يا أخي المبارك، خلنا كما تصف الملك عند ربي عز وجل، القدم في القدم يستوي الصف. والنبي يقول عند ابن ماجه حديث ابن عمر من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة، فأجرها أجر عظيم. حقيقة هذا حديث عظيم فيه من الفوائد كما قلنا وكما ذكرنا. ثم أنصح بصفة صلاة النبي للألباني، أو أيضا صفة الصلاة لابن باز، وصفة الصلاة لابن عثيمين، صفة الصلاة للفوزان، وأنصح بصفة الصلاة لهؤلاء المشايخ الكرام. الإنسان يقرأ ويهتم بأمر صلاته التي أثنى الله على أصحابه فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله.